النادي الاهلي خرج اسامي كبيره جدا جدا في تنس الطاوله وما زال بيقوم بهذه المهمه، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله كؤوس كبيره. بس لازم طبعا نتكلم مع كابتن فتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات. الف مليون كابتن، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. تقول ايه عن الانجاز ده؟ الحمد لله والشكر لله. طبعا قبل البدايه احب اشكر المدربين بتوع قطاع الناشئين والناشئات، لان السنه دي بصراحه بذلوا جهد كبير جدا جدا جدا، لان حضرتك عارف ان احنا كنا قاعدين 3 شهور بسبب كورونا وبدانا ننزل. فبصراحه احنا كنا خسرانين السنه اللي فاتت ايفنت واحد، ولكن لما عملنا اجتماع مع الجهاز الفني ومع الجنرال طبعا الكابتن اشرف عبد الفتاح، وقلنا احنا ازاي احنا خسرنا الايفنت ده، فكنا مصممين السنه دي ان احنا ما نخسرش ولا ايفنت، وقد كان. جميل ان انت تتحدى نفسك. الحمد لله، يعني بتعب المدربين. المدربين يا استاذ هيثم تعبوا جدا السنه دي، لدرجه ان احنا مثلا كنا بنبقى عندنا بطوله في اسماعيليه، الباص طالع الساعه 4، الناس شغاله لحد الساعه 2 و3 ما شاء الله، وبقينا نقول لهم يلا عشان الباص طالع. ما شاء الله. زي الطالب اللي بيذاكر وانت بتشده من على مذاكرته عشان توديه الامتحان. فالحمد لله يعني والشكر لله. انا طبعا بشكر طبعا المدربين كتير جدا اللي هم تعبوا معانا السنه دي قوي، وبشكر اللعيبه طبعا اللي عندك هم. كم لاعب يا كابتن في كل القطاع سواء ناشئين او ناشئين؟ يعني عندي مثلا ناشئين 12 سنه حوالي 15، كل ايفنت حوالي 15. والسنه دي يعني الحاجه الجميله ان النادي قلل طبعا، ما فيش مساعد للمدرب بسبب طبعا كورونا وكده، والمدربين بصراحه بذلوا كل جهد، يعني انا بشكرهم وبشكر اولياء الامور اللي كانوا متعاونين معانا. في تعاون كبير. اتعاونوا معانا السنه دي لدرجه ان احنا طبعا مش الثلاث كاسات دول بس، احنا طبعا احنا جايبين جزء من الترابيزه مش هتزعق كابتن. 16 كاس. 16 8 كاس. 8 جماعي و8 فردي. وخدنا المرتبط السنه دي كمان ما شاء الله، المرتبط ولاد وبنات. فالحمد لله ده انجاز يعني عمره ما حصل في تاريخ تنس الطاوله. وانا بشكر طبعا المدير الفني كابتن اشرف اللي متعاون معانا تعاون رهيب طبعاً. وبشكر طبعا بردك المدربين العموميين، المدرب العمومي كابتن عمر، كابتن عادل شومان، كابتن عياد، كلنا كنا كتيبه اسره واحده، وكلنا طبعا ولاد النادي الاهلي يا استاذ هيثم، كل المدربين كانوا ابطال وبيبثوا طبعا روح الفانيلا الحمراء واحنا مش عايزين نخسر. فالولاد السنه دي كانوا حاجه جميله قوي. انتوا اللي جمال يا كابتن، وكلامك وروحك جميله جدا كابتن عبد السلام.